مع استمرار الخروقات والانتهاكات على طول خطوط مناطق التماس، أكدت قوات سوريا الديمقراطية أن الاحتلال والفصائل الإرهابية التابعة له نفذوا خلال تشرين الثاني الفائت 411 خرقاً لاتفاقية وقف إطلاق النار على طول خط خفض التصعيد في مناطق شمال وشرق سوريا. مكتب الرصد العسكري التابع لقسد أشار في تقرير إلى أن الاحتلال والفصائل الإرهابية يواصلون تصعيد عمليات القصف في مناطق عين عيسى وتل أبيض وتل تمر وزرقان، بالإضافة إلى أرياف رأس العين ومنبج وكوباني. وبحسب التقرير فإن الخروقات جرت عبر الهجمات البرية والجوية، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وكذلك الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى محاولات تسلل نفذتها الفصائل الإرهابية، حيث أسفرت الخروقات عن فقدان مدني لحياته وإصابة عدد من مقاتلي قسد، كما ألحقت مزيدا من الأضرار في المواقع المستهدفة. 536 خرقاً سجلها مكتب الرصد العسكري أيضاً خلال الشهر ذاته في مناطق عفرين وشمال حلب، استهدف الاحتلال وفصائله الإرهابية فيها عدة مناطق يتواجد فيها مهجرو منطقة عفرين المحتلة. تقرير قسد لفت كذلك إلى استمرار الانتهاكات بحق من تبقى من أهالي عفرين من الاستيلاء على منازل السكان الأصليين وتوطين عوائل العناصر الإرهابية فيها، إلى فرض الإتاوات على الأهالي وعمليات الخطف بهدف الحصول على الفدية، إذ نفذت الفصائل الإرهابية 123 عملية اختطاف جديدة للمدنيين بينها 9 نساء وطفل، ليرتفع عدد عمليات الخطف إلى نحو 7800 منذ احتلال المنطقة عام 2018.